وفي المقابل فإن الانفتاح الذي تشهده البلاد على عدد من الأصعدة ومنها الاقتصادية والاستثمارية دفعت بعض الدول لتعزيز تبادلها التجاري مع الشركات والمؤسسات العراقية، حيث أشرفت السفارة الباكستانية في العراق على انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض الصناعات الباكستانية. 90 شركة باكستانية تعرض منتجاتها للزبون العراقي على أرض معرض بغداد الدولي على أمل فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات والمستثمرين العراقيين والباكستانيين بمهمة تعاون جديدة. شركة ساك باكستانية تأسيس الشركة 1948، شركة صار فوق 60 سنة، عندها فروع غالب لندن بأمريكا بدبي بالخليج كذا، فضعوا فرق شركة نانا بالعراق صار خمس سنوات، شركة بيها حنة كوزمتيك مواد تجميل، بيها زيوت مال شعر، كل موادها أصلية، كل الأنواع موادها أصلية، بيها بخور بأنواعها، بيها نكهات مال طعام، شركة عالمية صار بالستين سنة بالعالم، كل السنة على سنة قاعد تطور، الشعب العراقي قاعد اكو استقبال عليها، يعني اكو نزاح بالعراق، هاي ثاني سنه بيها بالمعرض، وسنه على سنه قاعد المعرض يعني تتطور وناس بيه اكثر من العام.